السلام عليكم بنات في مدينة الشوحية. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم مدينة الشوحية، نتقاسم معكم بعض التصاور اللي خديتها ليهم. كنت تما التصويرات زوينين زوينين بزاف، و تعرفوا شوية على مدينة الشوحية وفين كبرت وفين تزاديت. مدينة كنحماق عليها، مدينة سياحية 100% طبيعية، لا من جهة الجو ديالها كيشكروها الأطباء، مدينة تافوغالترا معروفة، راه دوزوها في قنوات كبار، دوزها من المغرب، يعني مدينة معروفة يعني بكثرة. مهم بقاو مع هاد التصويرات، أنا نشرح لكم وحدة بوحدة. بحال هنا كتبان لكم مدينة شوحية من الفوق، هنايا كرماس نصارى أو الهندية، خدت لها واحد التصويرة. هذا مشماش، هذا مش مشتهوى في السطال. هنايا البيض البلدي والحوت، هذا في سوق الاربع، هذا نهار كيكون نهار الاربعاء، هو اصلا سميتو سوق الاربع. هنايا الببوش اللي قلت لكم نتقاسم معكم، قروشه كيف بانت لكم في التصويره. هنايا المشمش باقي في الشجره. هنا غادي يبان لكم هي راه كدير حتى زيت ارغان في ولاد بومية، تحيه الناس في ولاد بومية. هنايا ديك نعاود نرجعها معاكم ما تبغيش. المهم هنايا الكوشه فين كنطيبو، حنا نقولها الفقونه، المهم هادي التعاونيه اللي قلت لكم في ولاد بوميه. هنايا شوفوا الطبيعه ديال تافوغالت كيفاش دايره، هنا الطريق طريق بركان. هنايا مدينه اكليم، تحيه الناس مدينه اكليم ومدينتي الحبيبه. هنايا تافوغالت كيبان لكم بركان وجده، هذا الطريق. هنا كما كيبان لكم الحنه في العواشر وفي العيد كنديروا للدراري الصغار، كما كيبان لكم ثاني هذا الطريق بركان. هنا عاوتاني الشوحية كتبان ليكم فين تزاديت وفين تربيت. هنا كيبان ليكم لقينا واحد الحبوط البيض صورته. هنايا الببوش هادي اللي قلت ليكم، هنا واد ديال ملوية، هذا معروف واد ملوية. وهنا ببوش قموشة في وسط الزيتون كناكلوه المشماش كتحمق قليسة واعرة. هنايا كتبان ليكم دابا الرحة كما كتشوفوا، شتو هادي الريحة فاش كنطحنو الحنة، هادي هي الشوحية وكيفاش كنكسبوها وكيفاش كنحماقو عليها. وهنايا هادي هي القموشة من بعد كي كتكون خضرا وكي كطيب كي كتولي، وهادي هي مكان. نتمنى يعجبكم الفيديو، متنساوش ليه لايك.